في حاجات في الدنيا يا اخوانا لا تقدر بسمك. بسمك؟ اسمع الكلام، في حاجة اسمها تمن العظمة. يعني ايه تمن العظمة؟ يعني تشارك وتساهم في مشروع بدأ من الصفر وصل لغاية القمة. كل المشاريع الضخمة اللي في العالم كلها بدأت من الجراج. الجراج! طب ما احنا في الجراج اهو مدرسة ولسه في الصفر، ما وصلناش للقمة. لأن احنا ابتدينا من تحت الصفر. وبمجهودنا وعرقنا قدرنا نوصل لغاية الصفر. الله الله الجراج هو المكان اللي بدأت منه كل قصص الكفاح والنجاح. الله الله يا مصر. الله الجراج هو بيتي، هو مكاني، هو عنواني. الجراج فصلي ومدرستي. الله الله الله. روحوا احلموا باليوم اللي تقفوا فيه بكل فخر وتقول انا بنيت عامر اكسبريس. انا بنيت عامر اكسبريس. ما شاء الله، بنيت عامر اكسبريس. تبنيش لوحدك بس يا مشوار، بنيت عامر اكسبريس. يلا عيش يا رجاله، يلا عيش يا رجاله، خلاص حاله هتروح لحالها. يلا ايه يا مملكة. ارباح اليوم كام؟ 780 جنيه. ولا اتكلم بالحق. 700 جنيه جرى مشوار. في 200 جنيه عجز. 200 جنيه عجز؟ 200 جنيه عجز؟ انت اصلا مالك بالحسابات؟ انت ايه علاقتك بالحسابات؟ الدهان انا. بص اديك انت الحسابات، ادي الحسابات لمشوار عشان يروح وما يرجعش تاني. ها وبعدين مشوار طويل قوي يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مشوار طويل قوي. اختصروا يا مشوار. يا حبيبي وصلني اللوكيشن، يلا انا هتحرك على طول.